اهلا بيكم. هل يعود حسن شحاته لتدريب المنتخب الوطني؟ هو ده السؤال الاهم اللي بيطرحه المصريين النهارده بشكل عام. الحكايه الموضوع بدا بتويته لفرج عامل رئيس نادي سموحه، قال فيها ان حسن شحاته بيعود لتولي قياده المنتخب الوطني، وانه بيدعو المسؤولين ان هم يطلقوا كامل الحريه لحسن شحاته عشان يقود المنتخب خلال الفتره القادمه. لكن لحد ما احنا بنسجل مع حضراتكم دلوقتي لسه ما فيش اي قرار رسمي بتولي حسن شحاته لقياده الفريق المصري بعد الاخفاق الكبير اللي حصل في بطوله افريقيا. لكن خليني اقول لكم ان في حال تولي حسن شحاته قياده المنتخب الوطني، وزي ما بيقول عدد كبير من المحيطين به، هنشوف جهاز فني زي ما بيقولوا كده بنكهه منتخب 2006. بمعنى في كلام كبير جدا على ان احمد حسن هيكون هو مدير المنتخب، في كلام على ان عصام الحضري هيكون هو مدرب حراس المرمى، عبد الظاهر السقا ممكن يكون موجود في الصوره، محمد شوقي. خليني اقول لحضراتكم كمان ان فرج عامر نفسه طلع في تصريحات للراديو قال فيها ان ما هو ما عندوش معلومه قاطعه، هو شايف بس الاخبار بتتنشر في عدد من المواقع فقرر يطلع يعمل التهنئه. لاي مدى هنشوف هذا الخبر؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم خلال الفتره القادمه. ديبالا المغرب في نادي الزمالك، نادي الزمالك بيعلن التعاقد مع المغربي بأشرف بن شرقي، اللاعب اللي عنده 24 سنة، لاعب وسط الملعب، الموهبة الكبيرة اللي بيراهن عليها نادي الزمالك خلال الفترة القادمة. إيه حكاية أشرف بن شرقي؟ خليني أقول لكم إن أشرف بن شرقي بدأ حياته في المغرب الرياضي الفاسي، حقق نجاح كبير دفع أندية المغرب الكبرى للتفكير في التعاقد معاه، وبالفعل قدر نادي الوداد المغربي إن هو يتعاقد معاه وعمل معاه أداء متميز، وكان من اللعيبة المتألقة في فترة تواجده في نادي الوداد النادي الكبير جدا، دفع أندية الزمالك والأهلي والهلال السعودي إن هم يخشوا في مفاوضات جادة لضمه، ولكن الهلال السعودي أنهى هذه المفاوضات بدفع مبلغ 10 مليون دولار في هذا اللاعب اللي الزمالك بيقدر إن هو يتعاقد معاه السنة دي. بدأ معاه بداية جيدة إلى حد كبير، لكن مع الوقت بدأ يخرج من الصورة وتم إعارته إلى الدوري الفرنسي. قعد فترة في الدوري الفرنسي ولكن لم يستكمل مسيرته هناك والإعارة انتهت، ومن هذه الإعارة بيعود إلى نادي الزمالك. هل يكون ديبالا المغرب هو كلمة السر للزمالك الموسم القادم؟ هل النجاحات اللي عملها في المغرب هيقدر يحققها في نادي الزمالك ولا مستواه هيتراجع؟ لأن عايز أقول لكم وفقا لمسيرته كان في اوقات بيتألق جدا واوقات مستواه بيتراجع وما بيكونش على المستوى المطلوب، لكن موهبه كبيره، سن صغير، خبرات في الوداد ثم الهلال ثم الدوري الفرنسي، يعني بنتكلم عن لاعب زي ما بيقولوا كده من العيار الثقيل. لكن هل هينجح وهيقدر ينسجم مع فريق نادي الزمالك ومع الكره المصريه؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم مع بدايه تواجده في نادي الزمالك بشكل رسمي. دي كانت حلقه جديده، شكرا ليكم.